استوديوهات شيرة الحق. فيديو جديد ومختلف، والمرة دي مختلف. انا اول مرة تجيلي تيكت هدية في حياتي، ويوم ما تيجي من البند المقرب لقلبي اخر زفير. مبسوط فشخ كده، انا مفوتش ولا حفلة لاخر زفير في مصر. شكرا باسم. محمود اشرف عمر ادمن بيج ميوزك درامز. نحن الان في طريقنا للعظمة. تكزون اربعة اربعة يوم. اهلا، اسمك ايه؟ احمد الجندي. انا من متابعينك حبيب قلبي. ما تاثرت شعر شد الزعل. لا لا لا، عامل سبسكرايب اهم حاجه. لا عامل حبيب قلبي. صباح الفل كده، انت حبيبي. حاسس ان انت جاي تسلم عليا. انت جاي تسلم عليا صح؟ صباح الفل. اسمك ايه؟ احمد نور. جالاكسي جيمنج. عملت ايه يا اسطى؟ عملت ايه؟ الخمس تيكتس ب 2600. حلو. التيكت لوحدها ب 500 في الباكج الجروب. انت لو بعتهم تيكت هتبيعهم 850. فانت لو بعتهم كلهم هتجيب لي 2600 وهتاخد تيكتين من بلاش و100 جنيه زياده. ادهشني. بص الناس دي كلها، بص الناس دي كلها، في اتنين هنا سوق سوداء. ده بس اللي دفع. ازيك يا كريم؟ حبيبي صباح الفل. الحمد لله. اتفضل التيكت بتاعك. حبيب قلبي شكرا. عايزك تتبسط قوي جوه. حبيبي ربنا يخليك. شكرا جدا. تحياتي لاخر زفير وباسم فايك بالاخص. حبيبي شايف انفيتيشن منوره اهي. لحظه واحده. التيكت 3 ايام. اقسم التيكت 3 ايام. اقسم بالله ما اعرفش. معلش هي 3 ايام بجد. انا بشكرك جدا حبيبي يا اسطى. انت اجدع من احمد السقا. حبيبي الثلاث ايام انا لسه عارف دلوقتي. اقسم بالله الثلاث ايام هحضر لقلوبي كلهم. 20,000 بحبكم كلهم. اقول لك انت جامد فشخ يا اسطى. حبيبي سلام يا غالب. ايه يا جدعان بس طويل خالص. شايف ايه؟ انا شايف بحر. بتقول امي ازاي؟ ميم. اخويا اللي جاله انفيتيشن 3 دايز كلها على الايفنت. من الايفنت نفسه بمناسبه كانوا قالوا اللي يعرف اول خمسه يعرفوا الاغاني. استنيت حد يعمل كومنت، قمت اخدت الكومنت جوه وقمت رزعت. انا شعري بيتهز اقسم بالله. والله ما كان بيعملها غير لما استحمى. ادوني بريسليت 3 دايز بغينا فاحش. ده بص يا اسطى، بص عظمه قوي. زايد بارك بيفتشونا تفتيش ذاتي. بيفتشوا الشنط والنضف والاكل. لكن على مين؟ دخلت بشوكولاته ومش كده وبس، دخلت بكاتشب ماي. خالد اخويا الفوتوغرافر الجامد. اوعى بقى، اوعى. الله الله الله، اورجنايزر ده ولا ايه؟ الله 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 الله. المكان مش صغير شويه؟ المكان صغير فشخ. تو ستيج. في واحد هنا الستيج تعبان، حاطين له الناس البندات الصغيره. تخيل مروان بابلو هيلعب على الستيج الصغير ده. لا والله. طب ما يلعب على الستيج الصغير ده. مين مروان بابلو؟ توفيق فين؟ بيب قلبي كريم طه فشخان النهارده عشان لابس اخر زفير. لا ده كده يا اسطى. خش في مناخيره يا اسطى. انت جامد يا اسطى. خش في مناخيره يا اسطى. حبيبي يا اسطى. قبل ما نبتدي عايز اسمع صوتكم الاول. سمعونا صوتكم. بصي بقى بلقيس جامده فشخ. طيب ميدل ايست ميوزك ايفنت. تعالوا معايا. هوس وعد مني عقرب الساعه.
اقوى هتقولوا ايه؟ اقوى 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 وكده لو عجبكم الفلوج ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير واعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفلوجات الجديده. هيب هيب هيب.